عشر مباركة، عيد مبارك سعيد إن شاء الله علينا وعلى جميع المغاربة والمسلمين. بالنسبة للمحطة، المحطة ممتازة، الموقع ديالها مزيان. بالنسبة للمسافرين الموجودين، الاكتضاض ما كاينش، لأن الحركة ديال السير ممتازة، والناس اللي كترأسوا على المحطة يعني منظمينها مزيان. ولكن غير في واحد الموضوع اللي بالنسبة للناس كتجيهم شوية بعيدة المحطة، الناس اللي كيجيهم من باب الحاد أو من سلا أو من كذا، فكتجيهم المحطة بعيدة. الحركة اللي كانت بحال اللي كاينة في القامرة ديال المضاربة في الورقة وكذا، لا داكشي ما كاينش. فالمواطن كيقطع من المكتب ديريكت وما كاينش شي مشاكل. لا كان إقبال ومازال إقبال، في إقبال كثير بالنسبة للناس كتجي كتركب، بالنسبة للناس كيجيو كيركبوا، يعني المواصلات متوفرة. اللي كنشوف أنا المواصلات متوفرة، ما فيش ناس كتبقى برا، يعني اللي كيجي كيركب. بالنسبة للمضاربة ما كايناش، التذكرة كيقطع الإنسان من المكتب ديال الحجوزات بنفس الرقم اللي كاين، بنفس الثمن اللي حاطاه الدولة، بنفس التسعيرة. رمضان هذا كانت القضية عيانة، والحمد لله في هذه العواشر هذه دابا القضية راه مزيانة، غادية الأمور بخير. والمحطة كما كتشوفوا راه كبيرة، فيها بلاصة الصلاة، فيها بلاصة الوضوء، الماء سخون، داكشي زوين، أحسن من المحطة القديمة. وكنتمناو هادشي هذا يكون في المدن كاملة المغربية إن شاء الله، وهادشي كنتمناو. المهم القضية دابا راه بخير الحمد لله. الكليان كيتشكاو، كاين هاد المشكل هذا كبير بزاف، الكليان كيتشكاو من هاد المشكل هذا، وكيخرجوا لبرا دابا مابقاوش يبغوا يدخلوا المحطة، كيخرجوا لواحد الرومبوار هي ليها، كيتسناو الكيران اللي كيكونوا جايين. دابا بنادم كيكون غادي لكازا كيركب من هنايا ب 500 ريال وسط المحطه، من برا ب 20 درهم 15 درهم، وبنادم كيتفادى ديك 10 درهم، راه 10 درهم زايده فيه، راه كيخرج لبرا كيتسنى الكارتي تكون دايز، كيركب ب 15 درهم لكازا ولا 20 درهم. المحطه هذيك قبل العيد راه شويه خويا، قبل العيد راه بالراواج شويه، ودابا هاد مؤخرا ديال العيد خويا راه ما شفنا والو، لا راواج لا حتى شي حاجه، والو خويا ميت الحركه بزاف. وعلى حساب خويا، على حساب هاد الكيران هادو هنايا خويا، كاين هنايا لداخل تيقطعو كيما قالت السيد تيقطعو ب 500، وعلى برا خويا راه تتعرضو كدا 400 ريال باش ما كان، هادشي اللي كاين اخويا. محطة بعيدة خويا، فين كانت المحطة قديمة في الأولى مزيانة، والناس واكلة شوية الخبز وكدا، ماشي على قضية تكون